أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق الكريم في الحوار الدائر بين موسى وهارون من جهة وبين فرعون وملئه من جهة أخرى مرة ثانية اعلموا أن حوارا بدأ من قبل هذا اليوم بين موسى وأخي هارون من جهة وفرعون ورجاله من جهة أخرى وهيا بنا نواصل سماعنا لحوارهم وما جرى فيه وما تم فيه من أعطانا هذا العطاء أمهاتنا آباؤنا هذا فضل الله علينا عايشنا موسى منذ 5000 أو 4000 سنة كيف عرفنا هذا كيف وصلنا من الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الكتاب الكريم والسنة النبوية قال تعالى مخبرا عما جرى من الحوار ولقد أريناه آياتنا كلها من القائل هذا الله عز وجل ولقد أرينا فرعون آياتنا حججنا وبراهيننا ومعجزاتنا كالعصا واليد وما إلى ذلك فكذب وأبى إذ موسى ما قص أبدا في دعوة فرعون إلى الإيمان بالله وحده وإلى التنازل عن ادعاء الربوبية والألوهية وعلى أن يتنازع عن بني إسرائيل ويرسلهم مع موسى إلى أرض المعاد فبذل كل جهده فأخبر تعالى بذلك في قوله ولقد أريناه أي فرعون آياتنا العلامة الدالة على صدق ما يدعو موسى إليه فكذب وأبى أن ينقاد ويقبل ويسمع هذا شأن فرعون كذب وأبى وإلا لا ورفض قال أي فرعون
أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ هذه السياسة، هذه السياسة الممقوتة. أجئتنا يا موسى لتخرجنا من أرضنا وتملك البلاد وتبقى فيها ملكا وسلطانا، ذي مهمتك، وهذا كذب. والله ما أراد موسى هذا أبدا، أراد موسى أن يعبدوا الله ويوحدوه وأن يرسلوا معه بني إسرائيل إلى أرض المعاد، ذي رسالة ذي مهمته، ما أراد ملك ولا دولة ولا سلطان. فالساس قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. السحر الذي نسبه إلى موسى العصا واليد، العصا انقلبت إلى ثعبان كالجان، واليد فلق بيضة كالقمر، آيتان مع الحجج والبراهين الكلامية التي يدلاها إليهم. فلنأتينك بسحر مثله، بمثل سحرك الذي جئت به. وهل موسى كان ساحرا؟ كذب ورب الكعبة. ولكن السياسة كما قلنا يسمع المواطنين بأن موسى ساحر ومهمة أن يزيل الدولة والملك والسلطان، وكما تعرفون الإعلامات سبقهم القرآن لهذا. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت. يا موسى اجعل لنا موعد نلتقي فيه، نأتي بسحرتنا وتأتي أنت بسحرك، موعد محدد لا نخلف نحن ولا نتخلف عنه ولا أنت، مكانا سواء بيننا وبينك، مكان واسع، أرض مباركة، بحيث يجلس الناس ويشاهدونك ويشاهدون سحارتنا، ما في تلال ولا جبال ولا انخفاضات، مكان سوي. هذه مباراة وإلا لا؟ أعظم مباراة وقعت في العالم. فاجعل بيننا وبينك مكانا موعدا، لا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت، ولا أنت مكانا سوى، بمعنى سواء بيننا وبينك. بما أجاب موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة، لأن موسى عاش في مصر إلى أن بلغ وإلا لا، فعرف أعيادها وأيامها ومواسمها. قال إذن موعدنا وموعدكم يوم الزينة، يوم العيد، يخرجون في اللباس الجميل وكذا والأكل، الأعياد المعروفة، وأن يحشر الناس ضحى، وأن يجمع الناس كلهم في الضحى، ما في ظلام ولا في، حتى يشاهدوا بأعينهم عصا موسى وما تفعل وسحرة فرعون وما ينتجون. هكذا قال لهم موسى عليه السلام. ماذا قال؟ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موسى موعدكم إذن يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. عرفتم ساحة المباراة؟ بحيث من كان قريبا بعيد كل يشاهد، ما في مكان مرتفع أو منخفض، سواء. إذن فتولى فرعون، رجع فجمع كيده ثم أتى. قيل جمع 70 وقيل 100 وقيل آلاف السحرة، أتى بهم من كل الإقليم المصري رجالات السحر، لأن السحر كانوا يتعلمونه في مدارس، والآن السحر من يعلمه؟ بنو عمنا اليهود، ما عندهم مدارس معلن عنها، لكن هم الذين يعلمون السحر. السحر أما على عهد فرعون فكان للسحرة مدارس يدرسون فيها ويتخرجون يحسنون السحر.
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون عاد من المجلس مجلس الحوار وأخذ يجمع في مكره وكيده ورجاله. ثم أتى في يوم الموعد بعد يوم أسبوع شهر جاء فرعون. إذن قال لهم موسى لما حضروا قال لهم موسى ويلكم العذاب نزل بكم يا ويحكم ودماركم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. هذه قالها موسى للسحرة ومن وراءهم من رجالات الحكم. ويلكم أي نزل بكم العذاب والويل والدمار فلا تفتروا على الله كذبا. والساحر صادق كذاب، كل مظاهر السحر كذب تخيلات فقط، ما في السحر حقيقة أبدا، كلها تخيلات يسحرون بها العيون والقلوب. فيسحتكم بعذاب ويزيل وجودكم، وقد خاب وخسر من افترى وكذب على الله وادعى أنه على الحق وهو على الباطل. هذه كلمة موسى تزن الدهر وما فيه. ماذا قال لهم؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وهنا قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. فتنازعوا أمرهم بينهم السحرة، منهم من قال هذا ما يكون ساحر، هذا ما هو إلا رسول، هذا كيف يقول هذا الكلام وهو السحر، ما عندنا هذا. وآخر قال كذا، اختلفوا. وأصروا النجوى الذي اتفقوا عليه وهو أن يبارزوا ويقاتلوا، فقالوا وفرعون على رأسهم إن هذا قراءة سبية، إن هذا وقراءة ورش إن هذا لساحر مبين، إن هذا لساحر، إن هذان لساحران. وهذا يعود إلى لغة العرب، إما أن تكون إن بمعنى ما هذان إلا ساحران نافية، وإما إن للتشديد، وجعل لغة العرب أن اسمها يبقى مرفوعا في التثنية، إن هذان لساحران. ولا حرج ولو شواهد في لغة العرب، إن قلنا إن هذان ما في خلاف، لكن قراءة إن هذان لساحران ما قال إن هذين لساحران. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، هذه كلمة فرعون ورجاله، يريدان ماذا؟ أن يجلوكم عن الديار المصرية ويبعدوكم عنها ويشردوكم، هذا للإهاجة والتأثير. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى بجمالكم وكمالكم وعلمكم ودولتكم. هذه مهمة موسى وهارون، رجلان فقط يستطيعان أن يملك مصر بكاملها، لكن بهرتهم آيات الله، ماذا يصنعون؟ فصرحوا بما سمعتم. ماذا قالوا؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم أرض مصر بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى في الدولة والنظام والسياسة والشرف وما إلى ذلك. إذن قالوا فأجمعوا كيدكم، من القائل؟ فرعون ورجاله. أجمعوا كيدكم أي قواكم ما عندكم، ثم أتوا صفا، ثم تعالوا صفا واحدا، وقد أفلح اليوم من استعلى وفاز وعلا وقهر. العجب هذا. فأجمعوا كيدكم مكركم وما لديكم من قوى،
وطاقات، السحر هو كيدهم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا واحدا، وكانوا كذا مئات واحد لأن الساحة على مدى البصر. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا تعالوا صفا واحدا وقد أفلح اليوم من استعلى، أي فاز وظفر إذا قهر وغلب وعلا واستعلى. قالوا يا موسى هيا، هذه الترتيبات ما تمت في يوم أو أسبوع، يعني ممكن انتظروا العيد بعد شهر أو شهرين، لكن الآيات تبين كيف تم هذا في ذلك الزمن. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي أنت وإما أن نكون نحن أول من يلقي. يلقونهم ماذا؟ حبالهم وعصيهم، هذه الحبال والعصي يدهنونها بالزبرق بالزئبق، وإذا ارتفع النهار ما قالوا ضحى وطلعت وشدت حرارة الشمس ترى تلك الحبال والعصا كلها هايجة تتحرك. مادة الزئبق معروفة، يطلون بها حبالهم وعصيهم، الحبال كذا والعصي لا ندري كم من مئة، ساحة كاملة وضعوها. لما ارتفعت الشمس واشتدت الحرارة قالوا هيا بنا ألقي أو نلقي، فإذا بالحبال ترتفع وتتحرك والعصي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال لهم موسى عسى ألقوا، بل ألقوا، وألقوا بالفعل، فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه إلى موسى من سحرهم أنها تسعى. موسى بشر، قدرة قدرة بشرية، فوقع في نفسه أنها تتحرك وتهتز. ماذا قال له رب تبارك وتعالى لما فأوجس في نفسه خيفة؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه تحفظ، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله ما يفلح الساحر حيث جاء وكان. لو كان يفلح السحرة لملكوا الدنيا، الآن يتعاطون السحر في المدينة ملكوا شيئا أفلحوا، هذا مثل يعني في العالم بأسره، لا يفلح الساحر حيث أتى. إذن نسمعكم شرح الآيات من الكتاب. ما زال السياق الكريم في الحوار بين موسى وهارون من جهة، وفرعون وملئه من جهة أخرى، فقال تعالى ولقد أريناه، أي أرينا فرعون آياتنا كلها، أي أدلتنا وحججنا على أن موسى وهارون رسولان من قبلنا، أرسلناهما إليه فكذب برسالتهما وأبى الاعتراف بهما، وقال ما أخبر تعالى به عنه، قال أجئتنا يا موسى لتخرجنا من أرضنا من منازلنا وديارنا ومملكتنا بسحرك الذي انقلبت به عصاك حية تسعى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا نتقابل فيه، لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، عدلا بيننا وبينك يكون من الاعتدال والاتساع، بحيث كل من ينظر إليه يرى ما يجري فيه من المباراة بيننا وبينك. فأجاب موسى بما أخبر تعالى به عنه فقال موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيد للأقباط يتجملون فيه ويقعدون عن العمل. من
موسى هو الذي رأى هذا، هو الذي اختاره، وأن ويقعدون فيه عن العمل، وأن يحشر الناس ضحى، أي في يوم يجمع فيه الناس ضحى للتفرج في المباراة من كل أنحاء المملكة. وهنا تولى فرعون بمعنى انصرف من مجلسه المحاور للحوار، وكله كبر وعناد، فجمع قوته من السحرة من لإنقاذ كيده في موسى وهارون، لإنفاذ كيده في موسى وهارون. وفي الآيات التالية تظهر الحقيقة، وهي قوله تعالى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تقولوا على الله فتنسبوا إليه ما هو كذب. هذه كلمة موسى وهارون. فيسحتكم بعذاب، أي يهلككم بعذاب إبادة واستئصال. وقد خاب من افترى، أي خسر من كذب على الله أو على الناس. ولما سمعوا كلام موسى هذا اختلفوا فيما بينهم، هل صاحب هذا كلام ساحر أو هو كلام رسول من رسول من من في السماء، رسول من في السماء، وهو ما أخبر تعالى به عنهم في قوله: فتنازعوا أمرهم بينهم. وقوله: وأسروا النجوى، أي أخفوا ما تناجوا به بينهم، وهو ما أخبر تعالى به في قوله: إن هذان لساحران، أي موسى وهارون، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، أي من دياركم المصرية، ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي بأشرافكم وساداتكم من بني إسرائيل وغيرهم، فيتابعهما على ما جاء به ويدينون بدينهما وعليه، فأجمعوا أمركم حتى لا تختلفوا فيما بينكم. ثم أتوا صفا واحدا متراصا. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي غلب، وهذا بعد أن اتفقوا على أسلوب المباراة. قالوا بأمر من فرعون: يا موسى، إما أن تلقي عصاك، وإما أن نلقي نحن، فنكون أول من ألقى. فقال لهم موسى: بل ألقوا. فألقوا عندئذ، فإذا حبالهم وعصيهم، وكانت ألوفا فغطت الساحة وهي تتحرك وتضطرب لأنها مطلية بالزئبق، فلما سخنت بحر الشمس صارت تتحرك وتضطرب، الأمر الذي خيل فيه لموسى أنها تسعى. ويأتي بقية الحديث في الآيات الآتية إن شاء الله غدا، والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا بيان كبر فرعون وصلفه وطغيانه. تجلى لنا وإلا في الحديث هذا في الحوار. نعم. بيان كبر فرعون وصلفه وطغيانه. ثانيا: للسحر آثار وله مدارس يتعلم فيها ورجال يحذقونه ويعلمونه. كما سمعتم، للسحر آثار تظهر للناس ويتأثر بها الناس وقد يتأذون بها، وكان عند فرعون مدارس خاصة بتعليم السحر، ويوجد السحر عند اليهود، إلا أننا لا ندري كيف يعلمون الناس الآن بالوسائط. نعم. ثالثا: مشروعية المبارزة والمباراة لإظهار الحق وإبطال الباطل. مشروعية ماذا؟ المباراة والمبارزة، لكن من أجل الكرة والانتصار فيها أو من انتصار الحق. نحن نبارز الكفار لنغلبهم وليدخلوا في الإسلام. المباراة بيننا وبين الكفار من أجل ماذا؟
من أجل إظهار الحق لنقهرهم ولنذلهم وليدخلوا في الإسلام. نعم أعد هذا. ثالثا مشروعية المبارزة، مشروعية المباراة والمبارزة لإظهار الحق، لإظهار الحق لا بد من هذا الهدف من أجل أن نظهر الحق وأننا على حق وغيرنا على الباطل. نعم. رابعا مشروعية اختيار المكان والزمان اللائق للقتال والمباراة ونحوهما، مشروعية اختيار المكان اللائق بالمباراة والمبارزة لابد وكان صالح لذلك، هذا دلت عليه الآية الكريمة. نعم. ومن هداية الآيات أيضا حرمة الكذب على الله تعالى وأنه ذنب عظيم يسبب دمار الكاذب وخسرانه. حرمة الكذب على الله تعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الكذب على الناس محرم، فكيف يكذب على الله يقول قال الله والله ما قال، أو أباح الله والله ما أباح، أو شرع الله والله ما شرع، فهذا الكذب ليس فوقه كذب. وقد الآية ماذا تقول؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وخسر. ثانيا من مكر الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولقائه، من مكر الإنسان وخداعه أن يحول القضية الدينية البحتة إلى سياسة خوفا من التأثير على النفوس فتؤمن وتهتدي إلى الحق. أعيدها بصوت عالي ولا تستعجل. قال من مكر الإنسان، من مكر الإنسان وخداعه، وخداعه أن يحول القضية الدينية، يحول القضية الدينية إلى قضية سياسية، ذلك خوفا من التأثير على النفوس فتؤمن وتهتدي إلى الحق حتى يصرف الناس عن الإسلام حتى لا يهتدوا ولا يسعدوا. نعم. ثالثا وأخيرا معية الله تعالى لموسى وهارون تجلت في تصرفات موسى، إذ الإذن لهم بالإلقاء أولا من الحكمة، وذلك أن الذي يبقى في نفوس المتفرجين والنظارة هو المشهد الأخير والكلمة الأخيرة التي تقال لا سيما في موقف كهذا. معاشر المستمعين، معية الله، بالأمس عرفنا أن الله معنا في كل مكان إذ قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، ولكن المعية الخاصة التي نظفر بها ونفوز بها ونحصل عليها هي معية الولاية، ليكون الله تعالى ولينا ونكون نحن وليه. هذه الولاية، هذه المعية بأي مال نحصل عليها، كيف نجدها، كيف نظفر بها، هذه التساؤلات. كيف نصبح أولياء الله؟ لو رفعنا أكفنا إليه ما ردها خائبة، لو ناديناه أن يفعل بنا لأجاب. هذه الولاية معاشر الأبناء هي متوقفة على الإيمان الصحيح، لنصح إيماننا حتى يكون إيمان يوافق القرآن عليه ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، إيمان الرسول وأصحابه والمؤمنين. ثانيا تقوى الله عز وجل، الخوف من الله الذي يحمل الخائف على أن لا يعصي الله ولا رسوله، لا بترك واجب من الواجبات ولا بفعل حرام من المحرمات. بهذا نظف بولاية الله عز وجل ونكون أولياء، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والتقوى خوف يحملك على أن تطيع الله ورسوله، وهنا يجب أن نتعلم، أن نعرف، أن نعلم ما أوجب الله فعله أو اعتقاده وما حرم من ذلك الاعتقاد والقول. لا بد من طلب العلم، والله لن يكون جاهل ولي لله.
والقاعدة عندنا تكررت: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، ما اتخذ الله وليا جاهلا حتى يعلمه. مثلا يمر بالحلقة يوم الأيام وهو جاهل، يسمع كلمة تستأنس نفسه بها، يجلس في الحلقة يأخذ يتعلم يوم بعد يوم حتى يصبح عالما وهو جاهل، أصبح عالما ومن ثم تتحقق ولاية الله له، لأنه عرف ما يحب الله ففعله وما يكره الله فتركه، تمت له الولاية. أما أن جاهلا ما يعرف ما يحب الله لا من القول ولا العمل ولا الصفة ولا الاعتقاد، كيف يحب ما أحب الله؟ كيف يفعله؟ جاهل ما يعرف ما يكره الله من قول واعتقاد وعمل وصفة، يفعلها وهو لا يدري كيف يكون وليا لله، كيف تتم المعية له؟ والله لن تكون إلا بعد أن يعلمه الله. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه.